عزيز حصح حصح الشوح الشوح اللي انضرب على حراسه مش ضد من طرف لاعب هيرس الشوح اهداف قدام ممتازه وعصابه عصابه جميله جميله جدا هذه اصابه في اللاعب الشوح الواقع انه تمر من اصح الانديه الشوح احد الاصدقاء ديالو جا ساعدو في الهجوم قام بعمليه انه غمر الصديق ديالو تزيد من الكره تيبان له اللاعب عزمي خارج من الملعب وتقطف بواحد الطريقه ملهزه جدا وتسجل الاصابه الاولى اللي جات في الدقائق 43 شاهدوا الاعاده من جديد لاحظوا الشوح احد الاصدقاء زر المدافعين وتيبان له هيرس اقول عزمي خارج من المكان ديالو وتسجل في الجهه اليمنى من مرمى الحارس عزمي اذا 1-0 الاصابه جات في الدقه 42 من هذا بالضبط 42 30 ثانيه من الجوله الاولى بواسطه لاعب الشوح وقع انه اصابه جميله جدا والطريقه باش جات خاصه انه جاء احد الاصدقاء ديالو اللي ساعدوا جر له مجموعه من المدافعين وصبحت واحد الثغره في الدفاع ديال الفريق محاوله